بيكم في قناة إيميوم. لو دي أول مرة تشوفوني فأنا بعمل وصفات حلوة وحادة وكمان وصفات صحية. عشان توصلكوا الوصفات الجديدة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة وصفتنا هي بسكوت السافيار أو الليدي فينجرز، صابع الست، مش عارفة أني ست لصابعها بالمقاس ده بس ما علينا. ده بيستعمل في عمل حلويات كتير وصفات حلوة كتير زي التراميسو والترايفل وحاجات كتير قوي ممكن ان احنا نعملها بالبسكوت ده. هو بيتباع جاهز بس مش موجود كتير قوي، ففي ناس كتير بتبقى حابة ان هي تعمله بنفسها في البيت. ونوع بسكوت السافيار ده بيبقى فيه طبقة مقرمشة من فوق، لكن هو من جوه بيبقى طري قوي، يعني قريب قوي من الكيكة من جوه. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. عندي 2 صفار بيض بدرجة حرارة الغرفة، هحط عليهم 10 جرام سكر تكون حبيباته ناعمة، مش سكر مطحون ومش سكر خشن قوي، ومعلقة كبيرة من الفانيليا البودرة، او اللي هيستعمل فانيليا سايلة هيحط معلقة صغيرة بس. انا هقولكم في الفيديو المقادير بالجرام، وفي اخر الفيديو هجمعهولكم بالكوباية وبالمعلقة. هفضل اضرب في الصفار لغاية ما السكر يدوب كله كده في الصفار واحس ان درجة اللون بقت افتح شوية. زي ما احنا شايفين كده اهو، كده كفاية خلاص، احنا هنوقف ضرب لحد المرحلة دي، مش محتاجين اكتر من كده. هنركنه على جنب، هنجيب بولة نظيفة ونتأكد تماما ان ما تكونش فيها ولا نقطة مية، وهحط فيها 2 بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة، لازم ما يكونش بيض سائع، وهحط عليها رشة ملح. هضرب بالمضرب الكهربائي لغاية ما احس كده ان البيض او بياض البيض عمل رغاوي كده خفيفة. هي دي المرحلة اللي هنبتدي نضيف فيها السكر. عندي 50 جرام سكر، هضيفهم على 3 مرات مش على مرة واحدة. هفضل اضيف جزء واضربه كويس جدا لغاية ما يدوب تماما، وبعدين ابقى اضيف الجزء اللي بعده وهكذا. برضو لازم يكون السكر اللي احنا هنستعمله هنا سكر حبيباته صغيرة ناعم، بس زي ما قلنا مش سكر بودرة. بس انا قصدي ان احنا مش هينفع نستعمل السكر اللي هو الخشن قوي ده اللي حبيباته كبيرة، عشان مش هيطلع بوصفة مظبوطة، لان بيبقى صعب قوي يدوب مع الضرب وكده، فمش هيبقى مناسب للوصفة بتاعتنا، فنخلي بالنا من النقطة دي كويس.
بعد ما نحط اخر دفعة من السكر هنعلي سرعة المضرب لأعلى سرعة عندنا، وهنفضل نضرب في البياض لغاية ما يوصل معنا لمرحلة الفوم التقيل اللي هو بيعمل شكل المنقار. زي ما احنا شايفين كده البياض بيتقل معانا اكتر اهو. هو ده المنقار اللي احنا لازم نوصل للمرحلة دي. المرنج اللي احنا ضربناه ده مش بيقع، مش بيتكب، هو بيفضل ماسك نفسه كده ومحافظ على شكله. هي دي مرحلة المنقار اللي احنا لازم نوصل لها من الضرب. هجيب بقى خليط الصفار اللي احنا حضرناه، برضو هقلبه تاني كده علشان لما سبته شوية ابتدى يفصل، بس مفيش مشكلة هقلبه. بعدين هاخد معلقة كبيرة كده من الفوم اللي احنا عملناه البياض، وهحطها على خليط الصفار اللي عندي وهخلطها معاه كويس جدا. معلش في شوية ملاحظات كده احنا لازم نراعيها، بس احنا لو مشينا على الخطوات دي بالترتيب كده بالظبط زي ما احنا بنعمل هنعمل احلى بسكوت سافويار، ومش هتبوظ معانا الوصفة ولا اي حاجة بإذن الله. بعدين هننزل بخليط الصفار على البياض، هننزل بيه كله على مرة واحدة مفيش مشكلة. هقلبه بالراحة مع البياض. المرحلة اللي جاية بقى هي اكتر مرحلة حساسة، ومحتاجين ان احنا نقلب بالراحة. مش هنقلب بمعلقة يا جماعة، هنقلب بالمضرب اليدوي ده، وهنفضل ناخد من فوق لتحت كده بشويش وفي اتجاه واحد، ما نعملش مرة يمين ومرة شمال ولا عكس الاتجاه، وما نعملش بسرعة برضو. بعد ما نخلط الصفار كويس هنبتدي ننزل بالدقيق. عندي 60 جرام دقيق كفة الأغراض، هبتدي ان انا انخله وهنزل بمعلقة معلقة. حطيت كده معلقة من الدقيق، هبتدي ان انا اقلبها بالراحة واخلطها كويس مع الخليط اللي عندي، وبعدين ابقى انزل بالمعلقة اللي بعدها وهكذا لغاية ما اخلص كمية الدقيق بتاعتي. الكمية اللي احنا حضرناها دي تعمل حوالي 15 قطعة من البسكوت. اللي حابب يضاعف الكمية مفيش مشكلة، بس لازم يكون عندك صواني ومكان في الفرن يسمح انك تدخلي كل العجينة بتاعتك على دفعة واحدة، لان
هي مش هينفع ان احنا بعد ما نجهز العجينة بتاعت البسكوت ان احنا نركنها لغاية ما اللي في الفرن يستوي وندخل تاني او كده، لا مش هتنفع لانها هتهبط وهتبوظ. يا اما ان ممكن اللي حابب بقى يزود الكمية ممكن ان هو يعمل نفس المقدار ده ويسويه، وبعدين يبقى يعمل مقدار تاني ويسويه وهكذا. وانا افضل الحل ده بصراحة، علشان العجينة الهشة دي بتهبط بسرعة ومش بتساعد ان هي تستنى وقت او كده. ده قوام العجينة بتاعتنا، بيبقى شبيه بقوام الكيكة الإسفنجية قوي، يعني هو طريقته قريبة قوي من طريقة الكيكة الإسفنجية، وكمان القوام شبهه. هنحتاج لكيس حلواني يكون جامد شوية يستحمل معانا، وهحطه كده في كوباية عشان تساعدني إن أعرف أملأ فيه العجينة. حمل العجينة كلها على مرة واحدة عشان هنحتاج في مرحلة التشكيل ان احنا نشكلها بسرعة جدا. زي ما قلنا العجينة مش هتستحمل ان احنا نسيبها. هجيب صينية واحط فيها ورقة زبدة وادهن ورقة الزبدة دي مسحة خفيفة جدا من الزيت، علشان البسكوت ده بيلزق، وعلشان هو بيبقى هش قوي مش بيستحمل بعد السوى ان احنا نشده جامد او كده هيتبهدل معانا. وكمان اللي عنده مفرش سيليكون اللي هو بيدخل الفرن ممكن يستعمله، هيبقى كويس جدا. نبتدي نشكل البسكوت بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وما نعمل نحاولش ان احنا نعمله عريض قوي. يعني تاني واحدة انا عملتها هنا دي عريضة قوي وشكلها مش حلو، وما نعملش المقاس ده. نعمل بقى بنفس المقاس اللي انا كملت بيه الباقي، وفي اخر جزء لما اجي اقطع العجينة اوقف، يعني اوقف ضغط بايدي كده وارجع بيها على عكس اتجاه البسكوتة كده زي ما احنا شايفين، علشان ما تعمليش بس جزء واقف كده من البسكوت لوحده. ما ضغطش جامد قوي على الكيس وانا شغالة علشان العجينة سايلة قوي، فهلاقي ان هي بتحط جزء كبير من العجينة وهتطلع معايا عريضة قوي. اخف ايدي قوي في الضغط علشان هي تعتبر سايلة وبتنزل لوحدها من الكيس. بعد ما اخلص تشكيل البسكوت على طول هجيب معلقتين كبار من السكر البودرة، وهحط عليهم معلقة كبيرة من السكر الناعم نفس اللي احنا استعملناه في البسكوت نفسه. اخلطهم مع بعض وبعدين ابتدي ارش خليط السكر ده فوق البسكوت. هرش طبقة كويسة، يعني عايزة ان البسكوتة كلها تبقى متغطية بالسكر. اللي حابب ان هو تبقى الطبقة المقرمشة دي كبيرة ممكن هو يرش وشين، يعني وش يرش مرة كده البسكوت، يرش مرة اول مرة السكر، هنحس ان هو لحد ما العجينة بتشربه شوية. اللي حابب بقى ان الطبقة المقرمشة تبقى تخينة شوية يديها وش تاني من السكر. اما اللي مش حابب الطبقه المقرمشه اللي بتبقى مشققه فوق البسكوت دي، ممكن هو يرش سكر
يرش سكر ناعم بس ما يرش السكر بودرة، لان السكر البودرة هو اللي بيسيح بسرعة وبيعمل الطبقة المقرمشة المشققة اللي فوق البسكوت. بعدين هندخله فرن 180 درجة لمدة 12 دقيقة 15 دقيقة على حسب ما نلاقيه أخد اللون الذهبي بتاعنا. أهو كده البسكوت جاهز، نسيبه يبرد تماما قبل ما نبتدي إن احنا نطلعه من الصينية. لازم يبرد تماما، ولما أجي أطلعه كده من الصينية ما شدش البسكوتة نفسها، أنا هحاول إن أنا أشد الورقة هي اللي أبعدها عن البسكوت علشان هو ضعيف وهنلاقيه بيتكسر ويتبهدل معانا ومش هيساعدني إن أنا أشده وأطلعه. زي ما احنا شايفين كده نطلعه بحرص عشان البسكوتة تطلع سليمة معانا ويبقى شكلها جميل. الطبقة المشققة اللي بقولكوا عليها اللي فوق البسكوت هي دي طبقة السكر البودرة، فاللي مش حابب الطبقة المشققة دي ممكن يرشه بس سكر ناعم ويستغنى عن السكر البودرة. اللي أنا شخصيا حبيت السكر البودرة علشان هو بيدي طبقة مقرمشة كده فوق البسكوت بتبقى جميلة قوي. او زي ما احنا شايفين الطبقة اللي فوق بتبقى مقرمشة ازاي، ومن جوه البسكوت هش جدا وطري. انا عملت الوصفة دي عشان خاطر الجميلة اللي طلبتها مني، ياريت تجربوها كلكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، واللي حابب ان احنا نعمل اي وصفة تانية اكتبولي كومنت وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بيها. ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده.